مشاهدينا الكرام أرحب بكم من جديد. تعامل مصر بشكل جيد مع جائحة كورونا وتطبيق إجراءات استباقية للتعامل مع الاحتياجات الصحية والاجتماعية، إضافة لدعم القطاعات الأشد تأثرا بالأزمة بصورة مباشرة، جميعها عوامل كانت مؤثرة وفعالة في دعم الاقتصاد، وهذا وفقا لرؤية صندوق النقد الدولي. لنتحدث عن أبرز ملامح هذا التقرير مع ضيفي الليلة الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي. مساء الخير يا دكتور. أهلا بك دينا، أهلا وسهلا بك وللسادة المشاهدين. شكرا جزيلا. خلينا نبدأ يا فندم بالموافقة على سحب 1,670,000,000 دولار طبعا لصالح مصر. نعم. إلى أي مدى بيؤكد هذا صحة المسار وأيضا الخطة التي تبعتها البلاد فيما يتعلق بجائحة كورونا؟ مصر دخلت في برنامج للإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي بتمويل لمدة سنة لهذا البرنامج اللي هو السنة المالية 2021 بمقدار 5.2 مليار دولار. في بداية البرنامج يوليو الماضي اللي هو بداية السنة المالية اللي احنا فيها تم صرف الشريحة الأولى ب 2 مليار يتبقى لمصر 3.2 من 10، بقية ال 5.2 من 10 يتبقى 3.2 من 10 هتصرف على شريحتين بس بعد مراجعات كل 6 أشهر، لأن السنة مقسومة يعني مراجعة أولى بعد 6 أشهر من البرنامج بداية البرنامج اللي هو تمت بالفعل. صحيح. والمراجعة الثانية تبقى في مايو أو يونيو القادم. وفي هذه الحالة نشوف قد إيه مصر والمؤشرات الاقتصادية تسير وفقا لما هو مخطط ليها اللي هو بنسميها معايير الأداء الكمي، ويعني معايير اللي هو معايير الأداء الهيكلي. أو مؤشرات الأداء الهيكلي. والله في هذه الحالة البعثة طبعا ما فيش البعثة ما جاتش، ولكن من خلال الأونلاين أو يعني اللي بنسميها يعني الاجتماعات الافتراضية قدرت إن هي بمراجعة بقى كل المؤشرات اللي هي الاقتصاد الكلي سواء معدلات النمو، البطالة، التضخم، عجز الموازنة، الدين العام، الاحتياطي من النقد الأجنبي، عجز ميزان المدفوعات، ثم سعر الصرف. دي مؤشرات الثمانية المعروفة في هذه الحالة. فهو يعني حسب التقرير اللي وضعه اللي هو بنسميهم الخبراء المعنيين بالملف المصري في هذه الحالة ان هو يعني التوصية بانه مصر تصرف الشريحة الثانية، احنا خدنا 2 مليار في بداية البرنامج، يبقى الشريحة الثانية 1.6 من 10. بتوصي مين بقى في هذه الحالة؟ بتوصي طبعا مش ممكن يتم صرف دي الا اذا اجتمع مجلس الاداره وبيتحط في الرول بتاع مجلس الاداره. تم وضع هذه التوصيه بالتقرير. بيبدا المديرين التنفيذيين ال 24 مدير تنفيذي اللي هو مجلس الاداره بيمثل 190 دوله بيراجعوا كل مدير تنفيذي بيمثل مجموعه من الدول، بيحط بقى الستيتمنت بتاعته ويقول والله احنا نوافق او لا نوافق. طبعا الاجماع في هذه الحاله انه تمت الموافقه من مجلس اداره صندوق النقد الدولي يوم الجمعه اللي فاتت. ايوه. انت عارفه هناك يوم الجمعه يوم عمل. يوم عمل طبيعي. وبالفعل تمت الموافقه على بالاجماع ال 24 مدير تنفيذي اللي مثلوا 190 دوله ان مصر تصرف الشريحه الثانيه اللي هو 1.6 من 10 مليار دولار. وبالفعل دي هتوصل يمكن بنهايه هذا الاسبوع بدايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، يبقى مصر كده صرفت 3.6 من 10 مليار دولار. ومتاح ايضا مبالغ اخرى اليس كذلك؟ بالاضافه ان انا طبعا مارست حقي مع صندوق النقد الدولي شاني شان 82 دوله طلبوا تمويل عاجل بعد ما عملنا اغلاق زي بقيه الدول في بدايه الجائحه. بالزبط. من مارس الاعلان عن جائحه فيروس كورونا في هذه الحاله 82 دوله قدموا تمويل عاجل بدون مشروطيه بدون برنامج الى اخره، فده حصلنا على احنا على 100% من حصتنا. فحصلنا على تقريبا 2.8 من 10 مليار دولار، ده بعيدا عن البرنامج الاصلاح الهيكلي اللي احنا فيه. صحيح.